الآن نائب عوني عمار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. بدء اود ان اعلق على واحد الاتهام خطير اتهمتنا به السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان يوم امس في المطعم. كان معنا السيد وزير المالية والسيد وزير الصحة، باللي احنا نواب باركة في سبعة رانا نواب مزورين، وباللي النواب 22 تاع المجلس الشعبي الولائي باللي احنا رانا مزورين. ذاك النهار مع وزير الاعلام ثاني لما قلت له باللي احنا رانا في دائرة باركة الكبرى رانا نخرجوا ونديروا الفوت ورانا نخرجوا نفوطيو، قالت له لا لا هذو راهم يزوروا ويعمروا صنادق. السيد الوزير جامي غلطنا معاك اكثر من عامين ونص، احنا نواب باركة ولا يوم غلطنا معاك. راكي كثرتي، راهم سمعوا بينا دوك اهلنا في باركة راهم مشتاوش وراهم يقادروا سيد رئيس الجمهوريه. احنا نخرجوا ننجحوا العرس الانتخابي. سيد النايب يرحمك، احنا في كي عمار احسب لي سيد النايب. معليش سيد النايب، معليش خرج على الموضوع. سيد النايب معليش، في الرئاسيات ما تعقبليش على كلام عمار. احنا في الرئاسيات خرجنا وفوطينا من بين 61 بلديه، كاين 6 بلديات فوطوا على سيد رئيس الجمهوريه هو الاول. زميل خرج زميل النايب يا زميل، سبحان الله العظيم زميل النايب ترجع للموضوع. الوزيره رانا نكونوا لكل احترام، راكي كثرتي على ما وصاوك زميلي. النايب زميل النايب عمار سيد النايب، الراجل مزورين والعياضات مزورين عمار، الصمامات مزورين وسلع السلع عمار. وكيف هذا الاتهامات الخطيره اللي راكي تقومي بها كل مره تذكريها يا سيد النايب؟ البارح زدتي قلقتيني من سيد الوزير. سيد النايب عمار صلي على رسول الله، اتهامات خطيره سيد الرجل. لا لا نرجع للموضوع سيد النايب الله يخليك، ونرجع لموضوع الجلسه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام.